ربطة الخبز نحو الدولارة، هذا ما بدا واضحا في الآونة الأخيرة من خلال الصراع الحاصل بين المطاحن ومصرف لبنان المتلكئ بدعم الطحين. أصحاب المطاحن قرروا التوقف عن العمل بسبب الضغوطات التي يتعرضون إليها، خصوصا بعد توقيف مطاحن التاج عن العمل، وهي التي تغطي 60% من احتياجات الشمال للطحين. الأفران اللي عم تواجه نقص الطحين وعدم تسليم الكميات اللازمة المطلوبة للأفران من الطحين. الأسباب هي إنه المطاحن مسكرة، مغلقة أبوابها بسبب تسكير مطحنة التاج، وذلك في أفران صارت تغلق أبوابها لأنه ما بقى عندها طحين، والمطاحن إذا ما فتحت من وين بدها الأفران تشتغل؟ وزير الاقتصاد عم بيطمن إنه في مخزون وفي بواخر، بس ولكن وين هي البواخر؟ وين القمح؟ لو في قمح كان بين بالسوق، منو موجود القمح. المخزون لأيمتى ممكن يكفي الأفران؟ على المخزون على قول وزير الاقتصاد عم بيقول إنه شهر 45 يوم إنه موجود القمح، بس ولكن المطاحن ما بتطحنوا. إذا من دعم من حاكمية مصرف لبنان وأخذوا مصريتهم ما بيطحنوا. إحنا سبق وقلنا كانت ربطة الخبز بدولار على سعر صرف 1500 ليرة. اليوم إذا رفع الدعم عن الطحين وعن القمح بتصير ربطة الخبز بدولار كمان على سعر الصرف السوق الحالي اليوم الرائج، يعني بتصير ربطة مثلا اليوم الدولار 24000، إنه بتصير 24000 ربطة الخبز. هيدا قصة الدولار. رفع الدعم عن هذا الموضوع، هذا بيخص الدولة اللبنانية، يعني رئيس الحكومة، وزير الاقتصاد، رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، كل هيدا. ومع تشديدات وزير الاقتصاد رفضه الكلام حول رفع سعر ربطة الخبز إلى الدولار، يبدو أن الأمور تتجه عكس تصريحات الوزير، وربطة الخبز تسير نحو رفع الدعم كما هو الحال مع المحروقات وباقي السلع.